الموازنة في العراق هي عبارة عن صفقات، وهناك قوى سياسية تستثمر في هذه الموازنة. لهذا الموازنة في العراق تبدأ بصفقات في وزارة التخطيط منذ اللحظة الأولى للإعداد، ثم تنتقل هذه الصفقات إلى وزارة المالية، ثم إلى مجلس الوزراء، ثم إلى اللجنة المالية داخل مجلس النواب، ثم يتم يعني التصويت على هذه الصفقات داخل مجلس النواب. هذه هي الموازنة في العراق. لا وجود لرؤية اقتصادية في الموازنة العراقية، لا وجود لبرامج قابلة للتدقيق، يعني بمعنى تتحدث عن برنامج محدد يبدأ في العام 23 ينتهي في العام 2027 بأهداف بغايات، هذا غير موجود. لديك موارد، أنت تبيع نفط، تستلم موارد، تقوم بتوزيع هذه الموارد مع حصص لكهنة المعبد، يعني الكبار الذين يأخذون حصتهم من 15 إلى 20% من كل مشروع يمر في العراق. هكذا تسير الموازنة، وبالتالي كل طرف من هذه الأطراف من وزارة التخطيط إلى مجلس النواب لديه حصته في هذه الموازنة، لديه استثمار في هذه الموازنة، وهو يصوت على أساس هذا الاستثمار. بالتالي الموازنة في العراق تعكس أزمة الدولة أكثر مما تعكس أي شيء آخر.